تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم. اليوم راح نتواجد احنا وياكم في كلية التربية في الجامعة المستنصرية بخصوص بدء العام الدراسي الجديد. راح ناخذ رأي الأساتذة بعودة التعليم الحضوري والإلكتروني. راح يكون تعليم مدمج في كلية التربية وباقي كليات وجامعات العراق. راح نستطلع آرائهم بخصوص التعليم المدمج. خليكم ويانا. إن شاء الله نتمنى أن يكون عام دراسي حافل. حقيقة العام الدراسي سبقه العديد من التحضيرات لاستقبال طلبتنا الأعزاء من خلال صيانة المرافق الكاملة للكلية من صبغ للقاعات ومن تجهيز كامل لأجهزة التبريد والمكيفات إلى غير ذلك، فضلا عن الصيانة الدورية المعهودة في كلية التربية استعدادا للعام الدراسي 21-22. كلية التربية حقيقة الجامعة المستنصرية لديها خصوصية معينة، لأنها كلية تحمل 6 أقسام إنسانية و3 أقسام علمية، والأقسام العلمية مثل أقسام الفيزياء والرياضيات والحاسبات تحتاج إلى مختبرات، والمختبرات هي شرط أن تكون الدوام فيها حضوري. أما باقي الأقسام فكان الدوام يعني بواقع 2 للدراسات الإنسانية و3 أيام للدراسات العلمية. في هذا العام الدراسي أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات جديدة تخص التعليم المدمج، وكانت هذه القرارات تصب في مصلحة العملية التعليمية، وكانت هنالك نسبة للمواد الحضورية من المواد الأساسية لكل قسم علمي، واللي هي نسبتها 3 مواد إلى 4 مواد بالنسبة للمراحل الأربعة الأولية. ووفق هذه التعليمات قامت كلية التربية بمجموعة من الإجراءات، وهذه الإجراءات تخص تنظيم دوام هؤلاء الطلبة، حيث تم تقسيم المراحل الدراسية على أيام الأسبوع، فكل قسم دراسي تكون فيه 4 مراحل، بعض المراحل يكون دوامها 2 الأولين من الأسبوع والمراحل الأخرى 2 التاليين من الأسبوع، وذلك لتخفيف عدد الطلبة داخل القاعة الدراسية. بعودة الدوام الحضوري إلى أروقة الجامعات للعام الدراسي 2021-2022 بعد انقطاع سنتين بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع. نحن نعلم أن اتجهنا للتعليم الإلكتروني عبر الصفوف الافتراضية الجوجل كلاس روم للعام الدراسي 2019-2020-2021. هذا العام وحسب توجيهات الوزارة كان التعليم مدمج، بعض المواد الأساسية في الكلية والبعض عبر الصفوف الافتراضية. اتخذنا حزمة من الإجراءات الوقائية، منها أنه الطالب اللي يكون يعني دوام الأيام 2 في الكلية شرط إجراء فحص PCR أسبوعيا أو عملية التلقيح كارت اللقاح. حقيقة من خلال استطلاع شعبة الإعلام لأخذ آراء طلبة كلية التربية في الجامعة المستنصرية، حقيقة هناك تقبل إيجابي على الدوام الحضوري وسط إجراءات احترازية والوقاية من جائحة كورونا. فنرى أن القاعات الدراسية في كلية التربية حقيقة هناك تباعد ما بين الطلبة، وأيضا أخذ الوقاية اللازمة للحد من جائحة كورونا، وأيضا هناك يعني كثير من الاستطلاعات الفيديوية لتعليم الطلبة كيفية الوقاية وأيضا الاحتراز من جائحة كورونا. مثل ما شاهدنا التفاؤل يسود وجوه الكوادر التدريسية والطلبة في كلية التربية بعد قرارات الجامعة وخلية الأزمة بعودة الدوام المدمج بين الحضوري والإلكتروني في كلية التربية. نتمنى أنه يكون الدوام حضوري بالكامل والقضاء على وباء كورونا بشكل كامل. وصلنا وياكم لختام
جولتنا لهذا اليوم.